ومن جميل كلام الإمام مالك رحمه الله قوله: لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعرب بالسفه والطيش ويعلن سفهة، كبعض الذين يظهرون في الفضائيات ويظهرون السفه من بعض الكلام وبعض التصرفات التي لا تليق بطالب العلم، وإنما هي بالنسبة له سفه. فهذا ولو كان عالما لا يؤخذ عنها العلم، فكيف إذا لم يكن عالما لكنه يتعالم؟ سفيه يتعالم، هذا لا يؤخذ عنه العلم ولا يرتجى منه الحق. وصاحب بدعة مبتدع يدعو إلى هواه ويدعو إلى بدعته، فكيف إذا جمع إلى ذلك أنه ينفر عن السنة؟ فهو داعية هوى ومنفر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقبح من صاحب البدعة الذي يدعو إلى هواه فقط. ومن يكذب في حديث الناس، من عرف بالكذب بين الناس ولو لم يكن في رواية، ما يكذب في الرواية لكن عرف بالكذب بين الناس في حديث الناس المعتاد، فإنه لا يرجى خير من كذاب. وصالح عابد فاضل، فيه ديانة لكنه لا يحفظ ما يحدث به، لا يحفظ ما يحدث به، لا يضبط العلم، مع ديانته وخيره وورعه لا يضبط العلم، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، لأن هذا يدخل الخلل العظيم. فكيف بمن اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة؟ فكان سفيها، وكان صاحب بدعة يدعو إلى هواه، وكان كذابا، وكان لا يضبط العلم حتى لو لم يكن صالحا، الصفة المقصودة أنه لا يضبط العلم، كيف يؤخذ عنها العلم؟ لا شك أن هذا لا يجوز أن يؤخذ عنه العلم، ولا أن يستفتى، ولا أن ينسب كلامه إلى الحق والدين. فهذه كلمة من الإمام مالك رحمه الله في ذاك الزمان، فكيف بهذا الزمان الذي قل فيه الورع عند كثير من الناس ورقت فيه الديانة، وإن كان الخير موجودا بحمد الله عز وجل.